شتي هذا كيدير لك ها ها ها. شوف كتذوق البشره كما تنقولوا غير كتذوقها ماشي. اهلين وسهلين حبيباتي غزالات ديالي الكبيدات ديالي، كي دايرين بخير لاباس عليكم كلشي مزيان؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في امان الله وبخير وعلى خير. شوفوا اليوم راه خدمت معاكم من الصباح، شوفوا راه ما بدلتهاش من جلست هنايا وانا في هاد الورقه هادي خدامه فيها كنجاوب لكم على الاسئله ديالكم. قسمت لي فيديو كما قلت لكم في لا فيديو اللي فات باش ما يجوش طوال. مهم انا غاده معاكم، الا نسيت لشي وحده اي سؤال تعاود تصيفط ليا ونعاود نجاوبها، ربما كنت نسيت الله يحسن العوان، راكم عارفين الانسان راه شحال من طرقه في الراس. مهم لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله هاد السؤال اللي غادي نقول لكم اليوم جد مهم البنات، يعني بزاف ديال البنات كيطيحوا في هاد المشكل هذا، بزاف ديال البنات كيبغيو الاجوبه على هاد السؤال هذا. كنقول الاخت شكرا على هاد السؤال ونيت حتى هي باش تستافد من الاجابه ديالو ان شاء الله بحول الله. شنو قالتي في كومونتير؟ قالتي بانها عندها واقي شمسي، يعني فيه ثلاثه ديال الحوايج لي مزوينين، شنو هما؟ عندها واقي شمسي، عام ونص قالت لك باش خداتو، عام ونص باش شراتو، واخا قالت لك خداتو غالي ما يهمش، غالي ولا رخيص ما يهمش، حنا كناخذو النقط اللي مهمه، عام ونص باش شراتو. قالت لك حبساتو، حبساتو البنات سمعوا، حبساتو حبساتو دابا. وثالث حاجه قالت لك واش نكملو ولا لا، واش نكملو ولا لا. كنحترم السؤال ديال الاخت بطبيعه الحال، انا باش عجبني هذا السؤال باش نجاوب بزاف ديال الناس عليه باش ما يطيحوش في نفس المشكل. وباش ما يبقاوش البشره ديالي فيها بقع، لا اثر الحبوب، لا تحرق ليا وجهي بالشمس، لا عندي الحموريه، لا كذا لا كذا، ها علاش ها علاش البنات؟ راه والله العظيم هي يعني ما كنحملش نحلف، الا كتحافظي على البشره ديالك كوني على اكيد ما غطيحيش في هاد المشاكل، كوني على اكيد ما غطيحيش في هاد المشاكل نهائيا نهائيا اختي. دونك اول حاجه اختي كنقول لها ليكرون رخيص ولا غالي ما كيهمش، شنو المهم انه عام ونص هو عندك راه بزاف بزاف بزاف، راه الواقي الشمسي انا غادي نعرفك من جيت تقولي لي شحال، واش عندي 4 شهور 6 شهور 7 شهور، انا غنعرفك واش كديري بطريقه منتظمه ولا لا. الا كديريه كل جوج سوايع وكديريه بطريقه منتظمه، الا طول لك شهر ما يفوتوش اختي شهر، راه ديما تنقول لكم راه بلاتي نقول راه ماشي انا غادي نشد الواقع، انا ما نكذبش لكم، انا كان تنبغي نوصل لكم هذه المعلومه يعني بزاف ديال التجارب مع الكليان، بزاف ديال الحوايج بحال هكا كتجي كتقول لك مثلا هذا واقع شمسي ما دار ليا والو، علاش ما دار لك والو؟ علاش بغيت نعرف علاش ما دار لك والو؟ ها علاش ما دار لك والو؟ ها علاش ها علاش شتي هذا كدير له ها ها ها. شوف كتذوق البشره كما تنقولوا غير كتذوقها ماشي كتعمر البشره، راه غير عمر يا اختي ودهني، انت شاريه شاريه واقي شمسي، علاش شريتيه؟ باش تحافظي على البشره ديالك، ايوا باش تحافظي على البشره ديالك خاصك تغديها، خاصك تسقيها، خاصك تعطيها باش ما يتحرقلكش وجهك باشعه الشمس. واش انت كديري نقيطه وتشدي كتحكي؟ انا كنشوفهم حك 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 ها في الوجه، دابا انا ما بغيتش نخسر وجهي من باش زعما نقد الحاله، كتبقى دايره ها ها مسح 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 ها، كتقول لك انا دايره واقي شمسي، راه ما دايراش اختي واقي شمسي نهائيا، من الاحسن ما ديريش، من الاحسن الا عديري بهذه الطريقه بلا ما ديري احقا كتخاف على الواقي الشمسي ديالها يسالي ليها، ومن الاحسن ما ديريش كاع نهائيا وهني راسك، علاش غادي ديري؟ الا ديري بهذه الطريقه بلا ما تشري ما تضيعيش فلوسك وما ديريش، انا هادشي اللي تنقول. ليكرون كيدار بطريقه مزيانه، يعني كديري هنايا اون نوازيت، هنا اون نوازيت، يعني انا ملي كنشد هذا تنكب كندير طق 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 هاك وتندهن، وكيتابسوربا في لابو دغيا، يعني كيتشرب في البشره دغيا، ميم با يعني كديريه انت بواحد 4 ساعه قبل ما تخرجي، ميم قبل ما غتخرجي تيكون شرب في الوجه ديالك، وما كيبان لا مبيض لا مبلط لا حتى شي حاجه. انا تتعصبني هاد الطريقه ما نكذبش عليكم، حيت كيجي تجيب عند المرض شي كليانه كتبقى تفهم عليه كتقول لك وانا عطيتيني ليكرون داك النهار ودرتو وما حجبنيش، وانت شحال وقتي داك ليكرون عندك؟ 5 شهور هو عندي ولا واه. ليكرون البنات ما تربيوش الكبده عليه، ليكرون استعملوه الا ما تستعملوش بطريقه مزيانه بلا ما ديروه، هذه نقطه. نقطه اخرى علاش تحبسيه؟
علاش تحبسي هذا الواقي الشمسي ديالك؟ مادام شريتيه وكتقولي بثمن غالي علاش تحبسيه؟ اختي راه غادي ديريه صيفا وغادي ديريه شتاء وغديريه خريفا وغديريه ربيعا. ليكرون كيدار طول السنه، ليكرون اول الواقي الشمسي كيتستعمل طول السنه اختي، ولو تكوني داخل البيت ديالك غادي تستعملي الواقي الشمسي. انا دابا راه جالسه معاك هنا في البيت، راه استرجم عندي لهيها، عندي اشعه الشمس كضربني في وجهي، ضروري 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 يعني باش ما تبقايش تقولي بشره ديالي شنو ندير ليها، بشره ديالي كحالت، البشره ديالي فيها البقع، بشره ديالي كطططط. راه علاش؟ راه ما كتستعملوش داكشي مزيان، راه ما كتسيري غير للطبيب وشوفي شنو يقول لك. راه خاصك تستعملي اختي هادشي بطريقه منتظمه. انا راه شنو نقول لك، راه شفت بزاف ديال لي فورماسيون وفهمت بزاف ديال لي فورماسيون ديال لي لابوغاتوار كانوا كيديروهم لينا، يعني شحال من حاجه تصنطيها وتجربه بطبيعه. يعني هادشي اللي تنقول لك راه مقتنعه به 1000%، واي واحد سولتي راه نفس الهضره غادي يقول لك اللي فاهم بطبيعه الحال في هاد المسائل هذه. دونك كما تنقول لك اختي ما خاصكش تحبسيه نهائيا. ودابا كتقولي لي واش نكملو، باش تعرفي راسك واش تكمليه ولا لا خاصك تشوفي هنا، ما عرفتش هذا في التليفون انا كنصورها تبان لكم مقلوبه هنا، انا نوريها لكم عرفتش واش تبان ولا ما تبانش. خصني نبعدها شويه، نبعد هاي هادي 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 اللي دايره بحال لابوبيل، شتيها هذيك راه لابوبيل، يعني من تيفوت الوقت ديالو كيقول لك لوحيه ما ترميه. هادي بحال دابا شريتو انايا مثلا، في شريتو اليوم مثلا، شريتو اليوم اليوم لو 12 افريل، شريتو اليوم كنحسب له حتى لو 12 افريل ديال العام الجاي كنرميه. يعني تيقول لك من كتحليه، من كتفتحي، من كتفتحي راه دخلوا الريح. دونك واخا يكون عندك هنا حتى 2090 تحسبي له عام غترميه، هكا غديري. غادي تشوفي كما قلت لك هذه الا فايت على حسب الوقيته اللي خديتيه ارميه. وعافاك اختي يعني ما نكذبش عليك، انا هاد الكومونتير قدر ما كثر ما عجبني عصبني بطبيعه الحال. علاش؟ انت خسرتي فلوسك وشريتي حاجه غاليه، دونك ما تحبسيش اختي، ما تقوليش لا انا وجهي ما فيه والو. كاين اللي كتقول لك لا انا وجهي ما فيه والو، انا وجهي بيض، انا وجهي زوين، انا وجهي كدا، ورا وجهك زوين ووجهك بيض متفقه معاك وعندك نظره جميله متفقه معاك. وباش تحافظي على هذا الشيء خاصك تستعملي هاد الكريمات، خاصك اوموا ما غديري لا اونتيتاش لا حتى شي حاجه حيت وجهك زوين، غديري الواقي الشمسي وغديري ترطيب. يعني الواقي الشمسي اختي الا كديريه بطريقه مزيانه راه ما غاديش شهر، عندك شهر. انا هذا دابا راه الثاني، هذا راه الثاني دابا سلالي الاول وخديته في يعني في مؤخرا، يعني في يامات البرد ولا هذا خديته، عاد في يامات البرد راه ماشي حتى في الصيف، اما في الصيف راه ميم با. دونك ما كيطولش لينا، الا كيطول لك يدير لك 3 شهور 4 شهور عرفي راسك ما كديرش بطريقه مزيانه. هادشي اللي نقول لك وكنقولها للبنات كاملين، يعني انا باش عجبني هذا الموضوع انني كنقولها للبنات كاملين، راه ما غاديش نقطع ونحكها في وجهي، راه خاصني ندهن مزيان البنات. المهم نعاود عاوتاني نصدق مكرره كلشي وكنعاود كلشي. بالنسبه للاخر اخر تعليق، واحد السيده قالت لي عافاك بغات ليكرون ديال فوتو وايت كريم تانتي، باغاه تانتي، قالت لي زعما واش زوين واش ناخذو ولا ما ناخذ ليهاش. تنقول لها بقول ولا ما ناخذوش ليها تستاهليها اختي، ولا ما تاخذوش فوتو وايت كي حتى هو تيديروا لي ديرماتو بزاف وزوين طبيعه الحال، زوين حيت هو عنده واحد الحمايه مكثفه وعاليه ديال ديال يعني ديال الاشعه فوق البنفسجيه اللي كتسبب، هذيك اللي كتسببها الاشعه فوق البنفسجيه، هو عنده حمايه كبيره ما تيخليش ديك الحروق تجي اللي كتسببها الاشعه فوق البنفسجيه، غنخربقكم. وكذلك هو ضد الشيخوخه الضوئيه، يعني هاد لي غيون اللي كيدخلوا ديال الشمس ولا ديال التابلت ولا ديال التلفازه ولا ديال بالليل التليفون النهار كامل، الليل كامل هكا كيكونوا ديك لي غيون ولا الاشعه كيضربوا في الوجه، هو يعني بالنهار طبيعي الحال ماشي بالليل، انا غير حاولت اني نشرح لكم، هو تيحافظ على البشره وكيحميها. وهو تانتي يعني هاد لاتانت ديالو اولا هاد التلوين اللي فيه لا داعي انك ديري الفوندو تان، يعني كيعطيك واحد يعني ديري الماكياج فوق هذاك الواقي الشمسي فوتوايت تانتي، ديري فوق منه الماكياج كيغطي اثر الحبوب، كيوحد لون البشره، كيغطي البقع الداكنه وكيبينها صافيه وكيعطيها واحد النضاره اللي هي جد 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 جميله، ما تيحيدش كما قلت لكم البقع، كيحافظ تيحافظ. الواقي الشمسي ديما كيحافظ لينا البشره ديالنا من الشيخوخه، يحافظ لينا من البقع الداكنه، يحافظ من بعديها من بزاف ديال الحوايج، ولكن
راه ماشي تيحيد، راه ما غاديش يحيد لك، هو تيعطيك نظره زوينه وكيحافظ لك على البشره ديالك من الحروق ديال الشمس. تنقول الاخت تقدر تاخذ هذا الفوطو وايت، راه الثمن ديالو كيدير 150 درهم يعني زوين، وما تديريش عام كامل. شهير بارك الله يجعل بركه. هذاك الشيء انا كنفضل من الاحسن انفيزيبل. انفيزيبل يعني واخا ديري كل جوج سوايع كل جوج سوايع ماشي مشكل، مازال هذا التانتي كتستعمليه بحال دابا تقدري ديريه، كاينين اللي كيديروه بحال دابا في الصباح باش بحال الفوندو تان كتستعملو، وعاد تيكون عندها واقي شمسي انفيزيبل اللي كديرو كل جوج سوايع. التانتي باش تستعمليه كل جوج سوايع قاصحه شويه بزاف، يعني بزاف مع التلوين كيوسخ فولار كيوسخ الوجه بزاف ديال الحوايج. ومهم البنات كنتمنى انني نكون ما صدعتش لكم راسكم بالهضره، تنبقى دو كنسى راسي والله الا تالمون توحشتكم، بغيت نهضر معاكم بزاف، ومن تيكون شي تعليق كيعجبني وفي نفس الوقت يعصبني كنحاول انني كنبغي نوصل لكم المعلومه ديالي وصافي. تنحماق على لي فان اللي تيحماقوا عليا. كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه 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 ديالكم، تنقول لكم شكرا. كنرحب بالناس اللي عاد انضموا لعائله حنان طيبي، تنقول لكم مرحبا بكم في قناه حنان طيبي، وتنقول لكم مره اخرى عواشر مبروكه، يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله بحول الله. تهلاو في راسكم بزاف، لا للحزن نعم للنشاط والفرحه والنشاط والنشاط. يلا الى فيديو اخر، ما تنسوش ليا لي لايك ديالكم الله يعاونكم. سلامه.